اختتمت فعاليات مؤتمر الفتوى وأهداف التنمية المستدامة الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. واستعرض الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في بيانه الختامي للمؤتمر ما تم إنجازه من خلال المناقشات وورش العمل التي شارك فيها نخبة من كبار المفتين والوزراء ومن علماء الشريعة ورجال الفكر والإعلام والباحثين والعلماء. وقد خرج المؤتمر في ختامه بمجموعة من التوصيات وبمجموعة من القرارات المهمة التي خلص إليها من خلال اقتراحات السادة المشاركين من العلماء والباحثين، وجاءت التوصيات على النحو الآتي: أولاً، يدعو المؤتمر إلى المزيد من الاهتمام بعمليات التأهيل والإعداد للقادة الدينيين وتدريبهم على مراعاة أهداف التنمية المستدامة ونشرها والعمل على دعمها من خلال أدوارهم في المجتمع. ثانياً، يدعو المؤتمر إلى التعاون الدائم في مجال التنمية المستدامة والشاملة على المستويات كافة للوصول إلى غاية مشتركة ونتائج واقعية ملموسة، ومن ذلك إنشاء مكاتب ووحدات تمثل قنوات الاتصال